حذيفة، صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين عبر قناة البلد الفضائية. بنتواصل في نفس الموضوع، في ساعة طويلة والنهب البقى منتشر بصورة مخيفة. الظاهرة دي كانت في مناطق معينة في أوقات معينة، يعني بعد ما الشمس تغيب، بعد ما الوطن تضلي، ممكن تلاقي حادثة حادثتين وفي أوقات متفرقة. لكن للأسف الشديد هسه ظاهرة تسعة طويلة وظاهرة النهب بقت في 91% أو 90% من مناطق السودان وفي كل وقت. ربنا إن شاء الله يحفظ ويحمي البلاد والعباد ويصلح الحال الأفضل يا رب العالمين. نتواصل معكم وضيفنا في المساحة دي الأستاذ محمد أنسى. صباح الخير عليك. صباح الخير، وصباح الخير على كل متابعي قناة البلد. محمد أنسى، احنا سعيدين بك جدا. بنلاحظ انه في الفترة الأخيرة ويمكن لحد صباح اليوم، لو الناس يعني رجعت للسوشيال ميديا أو رجعت للحوادث اللي ممكن تكون حاصلة، بتلاقي انه في 3-4 حوادث لتسعة طويل أو لظاهرة النهب. ممكن رأيك يكون فيها شنو؟ ممكن يكون المسؤول منه؟ طيب، هذه الظاهرة كناس متابعة من خلال بدايات الأولى كانت في الأطراف وفي حدود محدودة جدا، لكن السوشيال ميديا نفسها ساهمت في بلورة وفي نشر هذه الظاهرة. لكن على العموم مفترض تكون في جهات مختصة بالدراسات والبحث لدراسة هذه الظاهرة ومعرفة الأسباب الحقيقية في تنامي هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة. حسب رأيي أنا، هناك العديد من الأسباب التي ممكن أن تكون أساس وسبب مباشر في هذه الظاهرة. من ضمن الأسباب النزوح، هناك حروب في هذه البلاد في مختلف المناطق، هناك أسباب هجرات من خارج السودان من دول الجوار، يمكن تكون هي سبب من الأسباب، بالإضافة لعوامل أخرى ساهمت في ظهور وازدياد هذه الظاهرة. العوامل الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها المواطن خاصة في المناطق حوالين العاصمة الخرطوم وفي وسط الخرطوم أيضا، هذه العوامل الاقتصادية ساهمت في تنامي هذه الظاهرة، واللي هي مرتبطة أساسا بالسرعة في الإيقاع بالضحايا عن طريق خاصة استهداف النساء والفتيات وفي سرقة الجوالات أو الموبايلات، لأنها قالية الثمن وفي عملية الجريمة بتتم بصورة سريعة جدا، بتتيح للشخص المجرم أنه يقدر يختبي ويمشي بسرعة. فبالتالي المناط الآن من السلطات خاصة وزارة الداخلية بدراسة هذه الظاهرة دراسة علمية عن طريق محققين معرفة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة وعمل إرشيف للناس المجرمين المتخصصين في هذه الظاهرة، والعمل مع الجهات الأخرى، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة المالية، لأنه زي ما قلت لك الأمر متشعب في جوانب اقتصادية، في جوانب دوافع بتاع الجريمة، في بعض المغامرين، يعني في ناس ضبطوا، ناس ما محتاجين من أسر مرموغة، لكن أنا بحسبهم كمغامرين لأنه هذه الظاهرة انتشرت في السوشيال ميديا. فبالتالي وزارة الداخلية هي المناط بها متابعة هذه الظاهرة، دراسة هذه الظاهرة لمعالجة الأسباب ورفعها للسلطات المختصة. المعالجة بتتم زي ما قلت لك من عدة زوايا، وممكن الناس تصل عن طريق الردع، عن طريق المعالجات الاقتصادية ممكن تصل الناس لحلول وإنهاء هذه الظاهرة. أستاذ محمد أنسى، يعني أنت بتقول وزارة الداخلية، بتقول الجهات المختصة، بنلقي إنه بعض المواطنين يعني واحد بيتعرض لحادثة بتاعة نهب أو حادثة بتاعة سرقة على عينك يا تاجر في وضح النهار، وفي أوقات ممكن تكون أوقات الناس ماشية وجاية، الشارع بيكون حي، الشارع بيكون مليان ناس، فبيمشي بيفتح بلاغ فبيلاقي إنه ما في أي رد فعل، يعني ما في أي حاجة، يعني لا ناس الشرطة بيرجعوا لك ولا بتلقى حاجاتك، فكيف ممكن تكون وزارة الداخلية مسؤولة من الحاجة دي؟ يلا، الاستقطاب الحاد اللي كان في الفترة الفاتت ما بين المكونات المدنية والمكونات العسكرية حصل شرخ نفسي ما بين الجانبين.
بجانب عسكري سواء كان شرطة أو جيش أو غيره أو قوات أمنية أخرى، وما بين الجوانب المدنية. فبتلقى بتلقى المجتمعات الشعبية بتقول لك، من ناحية العساكر بيقول لك ها دي المدنية اللي انتوا عايزينها، الآن يقول لك ها دي العسكرية اللي انتوا عايزينها. بين هذا وهذا ضاع المواطن البسيط المسكين وضاع أمنه. أتمنى إنه الناس تحكم صوت العقل، سواء كان قادة على مستوى وزارة الداخلية أو في المجتمعات المحلية، بحيث إنه يصلوا إلى حلول لهذه الظاهرة، وحقيقة ضاع فيها عدد من الأبرياء. يعني مسألة قتل شخص أو الإيذاء بشخص مسألة كبيرة جدا، وهناك أسر بسيطة جدا تضررت من هذه الظاهرة. قبل فترة، يعني يمكن لفترة قريبة، كان النهب عن طريق موتر، يعني بيخطفوا الشنطة، بيخطفوا التلفون وبيجروا. لكن هسه الآن بقى النهب على عينك يا تاجر، بيجي يقف ليك ويهددك بسلاح أبيض أو سلاح ناري وياخد الحاجة اللي عندك ويمشي، ولا حياة لمن تنادي في الشارع. وزي ما أنا قلت لك، ممكن الشارع يقوم الناس ماشيين وجايين، لكن الناس بقت بتخاف على روحها. بتفتكر إنه انعدمت المروة أو قلت المروة عند الشعب السوداني؟ ليس كذلك، لكن الآن إذا نظرنا للواقع الآن في مدينة الخرطوم، هناك قوات رسمية، عدد كبير جدا من القوات، فبالتالي رجل البوليس العادي الآن لا يستطيع التعامل مع أي شخص. أي شخص أنت كرجل بوليس حاولت أن تستجوبه، أول حاجة حيبرز لك بطاقة بقول لك أنا تابع للقوة الفلانية. هذه المسألة أدت إلى لا أقول تراجع قوات البوليس عن التعامل، أو ما عايزة تدخل نفسها في مشاكل مع قوات أخرى وهكذا، لكن لا بد من تقنين حركة هذه القوات، حركة الناس بصورة مرتبة، بحيث أن القوات الشرطة تطلع بمهام الرسمية المناط بها أنها تعالج بها مثل هذه الظواهر. فده سبب مباشر من الأسباب اللي بتخلي أنه قوات الشرطة ما تستطيع أنها تقدر تؤدي دورها ومهامها الرئيسية المناط بها في الدستور. طيب، من الشارع للبيوت مباشرة، يعني الظاهرة كانت في الشارع، لكن يمكن من خلال صباح البلد الليلة حزيفة حكى واحدة من الحوادث انه الحرامي كان متابع البيت لحد ما دخلت بيتهم، وبعد ما دخلت بيتهم دخل بوراه واخذ شنطته ولا اخذ جواله، انا ما متأكدة. فالشارع والبيت اللي ممكن يكون امان، الامان اللي اتعدم ممكن تكون مسؤولية منه؟ هو طبعا زي ما قلت لك انه الجوانب الاقتصاديه الضاغطه هي ساهمت ايضا في استفحال هذه الظاهره، فبالتالي المواطن تعامله الزمان مفروض الناس تتراجع، مفروض الناس تأمن كويس، مفروض الناس تقدر تحكم الاقفال بتاعت المنازل، الناس تاخذ حذرها في الشوارع. هذه لابد من اتخاذ تدابير خاصه جدا من المواطن ورفع الحس الامني بتاعه، بحيث انه الضائقة أو الدائرة تضيق على هذه الجهات أو الناس الشغالين في مسألة النهب أو في الطرقات أو في المنازل. أنا شكرك كثير أستاذ محمد ونسى، وبسعد دائما برفقتك معنا عبر صباحات البلد وعبر محطاتنا المختلفة في قناة البلد الفضائية. شكرا لك، ونتمنى أن يعم الأمن هذه البلاد ويعيش الجميع في أمن وسلام. شكرا لكل مشاهدينا ولكل متابعين عبر قناة البلد الفضائية. الناس تحتاط والناس تعمل تدابير وتعمل حسابة إذا أنت كنت في الشارع أو كنت في البيت. يعني نحن ما عايزين نقول أنه الأمان بقى شبه معدوم، الحامي ربنا حاليا، الحامي ربنا، فإن شاء الله ربنا يصلح حال البلاد والعباد، وربنا ينعم علينا بالأمن والأمان، وخصوصا نحن داخلين على شهر كريم الدعوات فيه مستجابة، كل الناس ترفع الأكف إنه ربنا يحمي كل الناس، ربنا يحفظ كل الناس. محطتنا معكم انتهت، لكن حنتواصل مع حزيفة في صباح البلد.